بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، ينطلق شوطنا السادس الذي خصص للجعدان. أتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين في رياضتنا العربية الأصيلة، ونحن دائما في معركة هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. الباز على المركز الأول، وأحمد بن عمر بن ربيع الاجسبي، بينما اللي بربيع الاجسبي النقلة على المركز الثاني. هناك غيث على المركز الثاني أيها الإخوة، شعار ومداهم عفوا يمعى بن محمد بن يمعى الأخويص السويدي، وفي المركز الثالث هملول في ثلاث مراكز، وتعود ملكيته إلى السيد سعيد بن محمد عبد الله بن راشد المذيبي، بينما اللي في المركز الرابع أرى أيها الإخوة الشعار يتقدم على رابع المراكز. هناك الناوي ومحمد بن طارش بن مبارك بالقوبة، الله هذا الشبل من ذاك الأسد سادس المراكز. أرى اللي في المركز الخامس وصل مسيان وأحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد وإبراهيم، بينما اللي في المركز السادس وصل في هذه اللحظات هناك الخياط لسمو الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى وسالم بن حسين بن حميد بن ركاض العليلي، وسابع المراكز من الجانب الآخر مستقبل سالم بن سعيد بن حضير بن الشبي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن شاهين لسالم بن خلب بن مطر بن علوان الشبي. النقل على المركز التاسع وصول مربوش عيسى بن خميس بن محمد بن روية الخيلي، وفي المركز التاسع أتانا في هذه اللحظات الشجاع يونس بن حمود بن عبد الله السعيدي، وهناك عاشر المراكز أرى في هذه اللحظات وصول اللي هو حفلان مطر بن عبد الله بن مطر بن محمد بن أحمد بن رفيعة. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، الله ذعناها عليكم بالوفاء تمام. الله يرى عزناتي، يأتينا بنوعية جميلة، يأتينا بنوعية مميزة في منتصف طريق هذه المسافة مع هملول. هناك سعيد بن محمد بن عبد الله بن راشد المذيبي الاجتبير عزناتي حاضر نقلتنا على هناك الباز لأحمد بن عمر بن ربيع الاجتبي، أيضا متسللا على ثاني ومستوى المركز الثاني مداهم، أتى في المركز الثالث لمضمر هناك مشرف الصغير يمعى بن محمد بن يمعى الأخويس السويدي، متابعا هذه الانطلاقة الجميلة على أرضية هذا الميدان. وفي المركز الرابع المستقبل وتعود ملكيته سالم بن سعيد بن حضير بن الشمي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك أيضا بنتعرف على المركز الخامس، ولكن بعيد عني المركز الخامس شكرا يا محمد حسين على تعاونك معانا. هنا الخياط للشيخ راشد بن علي بن حمد معلى المعلق أيها الإخوة المتألق في ميدان المرموم، معلقنا في ميدان الوثبة، معلقنا في ميدان دستور وسيف العرب، يعني مش معلق حتى مضمر، والله حتى مضمر. سالم بن حسين بن ركاب العليلي بشعار الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى، سقل دارك يا ابو ركاب، سقل دارك وحضورك هنا المشرف على أرضية هذا الميدان. وسلام ام القوين والرعف، السلام عوده من جديد الى معترك الشوط، الى قمة الشوط، الى المركز الاول. الله هملول، هملول يصول ويجول على المركز الاول، وسعيد بن محمد عبد الله بن راشد المذيبي الاجتبي مسيطر على مستوى المركز الاول، بينما هناك الباز واحمد بن عمر بن ربيع الاجتبي ومتاهم واصل يمعى بن محمد بن يمعى الاخويس السويدي، ولكن بالرويه الخيلي ايضا واصل هناك مع مربوش اللي اربشنا في اللحظات الاخيره، الحرجه ايها الاخوه، عيسى بن خميس بن محمد بن رويه الخيلي، ولكن بربيع اللي غير مع اللحظات الاخيره، اللي غير مع اللحظات المميزه
ثلاثية ثلاثية، ولكن من الأقوى؟ من الأقوى يا المذيبي؟ من الناموس يا المذيبي؟ أشوف عصاتك في الأبطال، أشوف العصا في الأبطال. لمن هذا الشوط التمني يا محمد؟ جد مشوي جد مشوي بالروية بالروية. هناك أيها الأخوة الذي اقتنص الشوط، اقتنص الشوط. الله 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 الله، يقول الشاعر حيدن نجيب اللصل صاصة يسبق عصاته وصل الأبطال. مرفوق 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 مربوش من بيع البهاسة، اللي بغى طلبه صفطان كان بغوا هجر الرياسة، ولا ولي العهد حمدان. بالروية سلام على هذا الحضور الجميل والمميز. المركز الثاني احمد بن عمر بربيع لشتبي، المركز الثالث يمع بن محمد يمع الاخويس، المركز الرابع سعيد محمد المذيبي، وفي المركز الخامس على ما اظن شعار يونس بن حمود بن عبد الله السعيدي. 6 دقائق 13 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس ايها الاخوة للفائزين في هذه الاشواط الستة التي انقضت وانتهت به. هناك معترك جميل ومميز، وأتمنى إن شاء الله كل التوفيق للجميع.